اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده من برنامجكم اللي بيتابعوه اكله امي. اكله امي النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين، الكل بيتواصل معانا ومن خلال السوشيال ميديا بنعمل عمليه حصر لكل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها وبنجاوب عليها عملي في حلقه من الحلقات اللي بنخصصها من خلال الاسبوع. النهارده مع بعض الدجاج المشوي على السيخ بالكاري. نقدر نقول فيه التشيكن كاري ده معروف من المطبخ الهندي، بيتقدم معاه رز ابيض او رز بالخضار زي ما احنا حابين. انا هعمله النهارده بطريقه جديده وبشكل جديد وبطعم تاني، هنشوف نعمله ازاي مع بعض ونقول ايه سر اضافه الزبادي والخل في تتبيله الدجاج، هل عشان يخليه طري ولا يستوي بسرعه. معانا النهارده طبق لطيف جدا، الفروت سلطه، هنعمله فطيره النهارده. الفطيره هنعملها بعجينه الطرط على طريقه الخاصه هتعجب حضراتكم، وهنخلي الشوفان يشارك مع الفروت سلطة اللي هي تشكيله من الفواكه اللي موجوده عندنا من عند الفكهاني عندك في درج الثلاجه. الاولاد مش بياكلوا الكيوي، مش بياكلوا الموز اللي استوى، كل ده بيتقطع مع بعض ويتحط في محلول ملحي او محلول حامض عشان لونه ما يتغيرش. اما النهارده برضو معانا سلطه، النهارده انا بسميها السلطه الشامله او المتكامله الذهبيه، اللي هي سلطه الروس سلطة، غنيه جدا بالبروتين الحيواني، فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، فيها بوتاسيوم، لطيفه جدا، اللي هي سلطه الروس سلطة. دي هنقدم فيها مايونيز وتونه كمان اوميجا 3، اصبح ان الطبق السلطه ده كافيل ان هو يقوم بوجبه غدا او وجبه عشاء لطيفه فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الرياضيين والاطفال ولادنا، ربنا يديهم الصحه ويكملها على خير. خلونا نطلع فاصل صغير لان حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها مشوي دجاج النهارده وفيها معلومه غير معلومه وافكار بسيطه وسهله، ولكن احنا مش بنعمل اكل وبس، لا احنا بنقول معلومات سهله جدا تسهل على حضرتك انك تخش المطبخ تقدري تعملي اللي نفسك فيه بشكل تاني وبطعم تاني وتغيري من مطبخك كل يوم في ترتيبه، حتى بيديكي طاقه ايجابيه. الحاجات اللي على الرف، الحاجات اللي في الثلاجه دي مهمه جدا. انا مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نستعرض مع بعض مشترياتنا ايه النهارده وازاي تقدري انك انت ترتبي مطبخك. ونطلع من الحلقه النهارده، عنوان الحلقه ترتيب المطبخ واضافه صانعه البهجه والسعاده جوه مطبخك. من ترتيب المطبخ زي الواحد كده لما يلبس طقم جديد ممكن يكون سعره رخيص جدا، بس لابس حاجه جديده وخارج بيها صاحبه زميله في الشغل هيقول له ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. نفس القصه في مطبخك، رتبي حاجات، التوابل غيري مكانها، الحاجات اللي في التلاجة شوفي شيكي عليها، ايه اللي حطاها من بدري، باب التلاجة زحمة، الحاجات دي كلها لطيفة ومهمة جدا في مطبخك. خلي يوم كده في الأسبوع أو كل 15 يوم. أنا معايا صدور فراخ النهاردة، هعملها فراخ مشوية على السيخ. السيخ ده ممكن يكون حديد أو مادة الاستانلس بيتجاب، لو مركونة عندك طبعًا بتمسحيه كويس بزيت وليمون علشان عملية الصدى وعملية الركنة نخلص منها، أو تعملي أسياخ خشبية. لو جبنا على أسياخ خشبية لازم تنقعيها في مية ساعة عادية خالص علشان ما تتحرقش لما نشك فيها الشيش طاووق أو الفراخ أو الكباب زي ما إحنا عايزين. دايمًا بتنقعها في مية كده، يقوم الخشب ده أو الأسياخ الخشب دي تشرب مية، تبقى عصبة واحدة كده قوية. الخشب ده محطوط في ميه ساعه، المخرج دخل طبعا الكنترول الاستوديو هنا بنصب على بعض، صباح الخير يا شيفت نهارك زي الفل، قال لي غريبه الخشب ده وعينك في الميه، قلت له لا ده انا حاطه في الميه عشان يشرب ميه، قال لي انا اعرفش اول مره اعرف ان الخشب عطشان، اقول له عطشان يا سمراني اسقيني محبه. تعالوا مع بعض المقادير على الشاشه، صدور فراخ زبادي كاري، زبادي وكاري الاثنين مع بعض، وشويه خل وكمان فلفله حلوه، ومن التوابل طبعا معانا توم معانا ملح وفلفل، ومش هنكتر توابل كتير لان الكاري فيه تشكيله من التوابل. الكاري تشكيله من التوابل، فهنا تقل من التوابل التانيه خالص، يعني بلا الكمونه ولا الكزبره ولا الحاجات دي كلها، كفايه الكاري مع شويه فلفله حلوه، وممكن تضيفي كمان شويه جوزه الطيب اذا انت حابه مع الزعتر. تعالوا نتبل صدور الفراخ بعد تقطيعها بشكل جديد، واحنا مع بعض كده بنجيب بول ازاز كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا ان احنا نحط التتبيله بتاعتنا. اللهم صل على النبي. معانا من الزبادي حسب كميه الفراخ، يعني لو عندك مثلا كيلو صدور فراخ زي ده كده بتحطي علبتين زبادي من اللي هما موجودين في السوبر ماركت. عبوه عاديه خالص بتجيبيها بتستخدميها في تتبيله الفراخ. لو هتعملي شاورما نفس العيار،
ليه الزبادي يا شيف مغازي مع الخل في تتبيلة الشاورما بالذات؟ الزبادي يعتبر مادة تخميرية نتيجة التخمير بتاعه، فبيساعد على تسوية اللحوم زي الفراخ زي اللحمة لما نيجي نعملها شاورما. ده كاري، حلو الكلام؟ ده سوري زبادي، هنحط عليه الكاري. اهو ده شوية كاري. اهو هو الكاري هنا البطل، هو الطعم، هو اللون. طب اللون ده جه منين؟ من الكركم. ايه هو الكاري يا شيف؟ الكاري ده تشكيل التوابل عبارة عن كركم، ده الأساس، كمون ناعم، كزبرة ناعمة، البهارات اللي هي الأساسية، شوية جوزة الطيب، ممكن تحط شوية قرفة ناعمين، شوية هيل، الناس بقى اللي بتعمل الكاري بزمة ممكن تحط هيل ناعم، ده زعتر برضه اهوت في التتبيلة بتاعتي زي الفل. بشيل دول على جنب كده ونحط شوية زيت. زيت احنا اتفقنا تتبيلة المشاوي يا عم مازن نحط زيت، اما في تتبيلة البنيهات او البفتيك او الكريسبي او الفرايد ممنوع الزيت. هقول لك دلوقتي الطريقة لعمل التومية، طريقة سهلة وبسيطة وزي بتاعة المطامع، زي بتاعة المطاعم، ولكن بخبرة البيت، بخبرة الشيف المغازي. تعمل تومية ازاي؟ ايه رأيك؟ يعني احنا دايما نحب التومية اللي بناكلها بره، بس نيجي نعملها في البيت ما بتبقاش زي اللي بره، زي الطعمية كده، نقلها في البيت ونخدم عليها ونتعب فيها ونفرمها، تيجي تحمريها ما بتطلعش زي بتاعت بره. السر في ايه بالنسبه للطعميه؟ لازم تجهزي الزيت اللي بتحمري فيه الطعميه، تقلي فيه شويه بتنجان، شويه بطاطس، شويه فلفل حار، فلفل اللي هو السبايسي ده، شويه بطاطس مقليين شيبسي، تقومي حضرتي الزيت لقليه الطعميه. لو ما عملتيش كده الطعميه مش هتبقى زي بتاعت بره. حاضر والله العظيم، ما انا داخل على اجابه السؤال. اما بالنسبه ل اللي احنا هنعمله التوميه، لازم ان احنا نحضر نفسينا ونعملها ازاي. مهم جدا ان احنا بنجيب نشا ونعمل اللي هي المهلبيه الكدابه، عباره عن نشا وحليب على النار، ونجيب شويه ملح الليمون قليلين مع عصير الليمون وينضربوا في الكبه، هي دي التوميه. بياض بيض نضيف لها مثلا 3 4 بياض بيض لكيلو مهلبيه او كيلو من النشا مع الحليب، وزن كيلو، بتضيف له بياض 3 بيضات، دي زي بتاعه المطاعم بالظبط، هيبقى طعمها حلو جدا. وقلل من ملح الليمون يا غالي عشان حبك ليا كمان، علشان ملح الليمون ده بيعمل مع الوقت تهتك جوه في الجهاز الهضمي ويجيب لنا ارتجاع مريء بعد كده. التتبيله بتاعتي اللي انا عملتها دلوقتي عباره عن عصير ليمون وزيت زيتون وخل مع توم طازه فريش اهو. حلو قوي، التوم مهم هنا في التتبيله، التتبيله دي قويه جدا. والملح والفلفل في المكونات بتاعتي. هنقلب كل دول مع بعض، دي جاهزه اهي. اقول تاني العباره عن ايه؟ ده احنا لو قعدنا نتكلم على العدس يا استاذنا الفاضل يعني هنتكلم ان مش هيكفينا كلام كتير قوي. ولكن اساسي العدس طبعا لما نيجي نستخدمه كشوربه نفكر الاول احنا هنعملها شوربه تقيله ولا خفيفه؟ نعملها فته ولا بالشعريه؟ وهكذا، نعمل العدس ده برجر ولا نعمله ندخله بعض الاكلات زي شوربه الحريره مثلا من المطبخ المغربي؟ وهكذا. ولكن انا ان شاء الله معاك يا ابو حميد نقدر ان احنا نفيدك باذن الله ونعمله عملي بكذا فكره. ما تنساش طبعا اكله الكشري بتاعتنا المصري اللي هو العدس الاصفر مع الرز. انا بسن السكينه، ودايما لما تيجي تسن السكينه اللي هو الحد تمسحي كده السكينه بمنديل او بفوطه علشان ماده احتكاك الحديد ببعضه او المعادن ببعضيها. انا اقطع الفراخ كده، اجيب الموزه اقطعها كده، مش هقطعه زي شيش طاووق بقى بالطول كده، شوف ازاي كده اهو، نحط دي في التتبيله اهو، واجي على اساتذه دي معانا كده تمام، مخرجنا الجميل حبيب قلبي اهو، اساتذه المصورين حبايبي اهو، صدر الفرخه اهو اهو اهو، واشيل ده من هنا حبيبي اهو. اللهم صل على النبي، كلنا بنجتهد حتى تطلع الصوره على الشاشه لطيفه وجميله وحضراتكم تستمتعوا معانا اهو. شايفين الصدور اهو؟ بقطعها بالطول كده عشان هدخلها دلوقتي في السيخ بشكل جديد بشكل حلزوني يعني كده. نفس القصه معانا جريلا بتسخن على البوتاجاز او على النار زي ما احنا شايفينها كده، لازم تكون شديده الحراره دايما. اي مشويات بتشويها على جريل في طاسه لازم تكون سخنه. في مثل كان يقول لك اضرب الحديد وهو سخن، المشويات بالذات لازم تاخد صدمه ناريه على النار. ليه يا عم الشيف؟ لازم كل حاجه لها سبب علشان نحافظ على السوائل والجوسي بتاع اللحمه او الفراخ.
انا هبدا اقطع الفراخ بالشكل ده كده، سيبوني لان انا عندي عزومه النهارده، اعمل لي 30 40 سيخ عشان ابني عازم صحابه وبنتي عازمه اصحابها، فلازم اعمل لهم كذا سيخ، لان من حلاوه الدجاج المشوي على السيخ بالكاري هياكلوا صوابعهم وراه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع. فراخ مشويه على السيخ بالكاري، فطيره الفواكه المشكله بالشوفان، ما ننساش طبق سلطه جميل جدا غني بالبروتين الحيواني والكربوهيدرات اللي هي الروس سلطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، طريقه جديده لتسييخ صدور الفراخ في السيخ. المسمى الطهوي للاكله دي يا عم الشيف، فراخ مشويه على السيخ. اه نحط واحده كمان معاها، نحط واحده كمان معاها. بالشكل ده كده. اه معايا فرسان التلفزيون المصري لاساتذه المصورين حبايبي. هنا ميزه الفراخ دي بقى لما بتستوي بالكاري كده بيبقى لونها لطيف جدا، وخاصة في التركيبة بتاعتها على السيخ. اهو كده اهو اهو، بشكها كده بشكل حلزوني اهو. حلو، وخلي بالك عشان السيخ ما يعورش ايدك. راعي اهو. حاضر يا علوة. البانيه، البانيه زي الفراخ اللي معايا دي كده، نفس التتبيلة دي يا علوة، هنشيل منها الزيت. أي خدمة يا علوة، تتبيلة سبايسي. حلو، في بعض انواع الفراخ في السوق المسمى ده يعني سبايسي قوي كده، هنجيبها ونحطها بعد كده في بيض وبقسماط. سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، مين يا استاذ رحاب نقول اسمه عشان نشجع الناس. الاستاذه ساره بتسال، ينفع صدور الفراخ دي يا شيف بوغازي نقطعها مكعبات كيوبس كاريات؟ ينفع، ينفع ونشكها بنفس الطريقه، بس في الحاله دي نحط معاها بقى شويه مشروم، شويه بصل، شويه فلفله ملونه كده، نروع عليها. بس انا حبيبها بالشكل ده كده علشان ممكن اقدمها مع الرز بالكاري. انا عامل رز بالكاري النهارده اهو جاهز معانا زي الفل. اتعمل ازاي الرز بالكاري ده يا عم الشيف؟ بنجيب الرز نفلفله في معلقه سمنه، بياخد ايه شويه بهارات بدي الحبهان، وبعد كده ننزل عليه معلقه كاري والميه بتكون بتغلي او الشوربه، وتسيب الرز يستوي. ده فكره عمل الرز بالكاري. في طريقه تانية برضو اللي هي طريقه البرياني، فدي شويه زحبه يعني فبلاشها علشان احنا معانا فراخ. شايفين الطريقه دي حلوه قوي، عايزه الهدوء كده عشان السيخ ما يعورش ايدك وانت بتسيخي الايه الصدور. احنا ما وراناش حاجه. هتقولي ليه يا شيف مغازي ما عملت؟ لا انا حابب كل كده حاجه على عينك يا تاجر. وحاجه حلوه. شوف بيعمل ازاي في السياق. انا عجبني الطريقه دي على فكره. الفراخ بتستوي جامد، وانا من الناس اللي بحب اللحمه ويل دان كوك، يعني مستويه جامد. بحبها كده. بأمن على نفسي بقى. يعني لما باكل فراخ مشويه بره ولا لحمه لازم تكون مستويه جامد. برجر لازم يكون مستوي جامد. غير كده ما باكلوش. حمام مستوي جامد. ويا سلام جوز حمام كده بعد ما يستوي يتشوي على الفحم. حمام محشي مشوي على الفحم. لطيف وحلو. شفت انا اهو مصمم ان هو معايا كده اهو. زي الفل، ندخل واحده كمان معاه. كده انا عملت كميه، معايا جريلا بتسخن، انا بس احط ده على الجريلا يستوي وابدا اخش في اللي بعده على طول عشان حضراتكم دلوقتي. زي الفل. تمام. كفايه كده؟ كفايه. الصلصه دي مهمه جدا، انا عايزها، هخليها عشان هشرب بيها الفراخ من وقت للتاني وهي على الجريلا بتتشوي. خلي بالك ده مهم جدا، اوعي تفرطي فيها. اخبار الجريلا ايه؟ زي الفل. الفراخ واخده تتبيله فيها زيت، ده ما يمنعش ان احنا برضو نحط معلقه زيت صغيره على الجريلا. تعلمي بقى الحاجات دي، ونمسح الجريلا دي بايه؟ بمنديل. طالما المعدن سخن، ركزي معايا في المعلومه اللي جايه دي بقى كده، وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. معدن طاسه بتشوي عليها فراخ سخنت قدامك، بتحط عليها ماده دهنيه وتمسحها من منديل كده، بتأمني برضه
شوايب صدى طالع مركونه ما خدتيش بالك وهكذا اهي كده الجريلا جاهزه. بتقول فين الهبر؟ فين السياخه؟ والمنديل معايا طالع نضيف وزي الفل. هو ده الشغل. اه ناخد الفراخ دي يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، على جريلا سخنه كده درجه حرارتها عاليه جدا، اللهم صل على النبي. انا عارف الاساتذه المصورين بيحبوا الصوره الحلوه دي. اه هو ده. اه ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، شاورمه الفراخ نفس التتبيله اللي انا عملتها يا دي من غير الكاري، تتبيله الشاورما بالفراخ نفس التتبيله، زبادي خل زيت حبان ما عدا الكاري، نستبدل الكاري بمعلقه كركم صغيره ونحط بهار حلو للشاورما. الشاورما مش شاورما الا لما تحط لها بهار حلو وحبان وزبادي، ثلاث حاجات مهمين جدا، زبادي وحبان وبهار حلو. ايه هو البهار الحلو؟ هو عشان حلو؟ لا، البهار الحلو ده موجود عند اخواننا العطارين، اسمها كوبيبه صيني. الحبايه قد حبايه الفلفل الاسود كده مرتين، كبيره يعني اصغر من حبايه البسله، بتجيبيها وتطحنيها وتجيبها مطحونه من عند الراجل بتاع العطاره. تعالوا نشوف مع بعض مقادير لطيفه جدا لعمل فطيره الفواكه المشكله بالشوفان. المقادير على الشاشه، كوبايتين دقيق بياخدوا ربع كوب من السمنه والزبده، معلقه بيكنج باودر صغيره، بيضه دي عجينه الطرط، تاخد من السوائل حليب او ماء دافي، بنعجن العجينه بنسيبها تتخمر. هي فيها خميره يا مغازة عشان تتخمر؟ لا، البيكنج باودر مع الدقيق لازم ياخد وقته علشان ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق تشتغل وتلم العجينه مع بعضيها. عجننا العجينه مسبقا عشان نكسب من وقتنا ونبدا ان احنا نعمل حاجات كتيره لحضراتكم. العجينه بتعجنيها وتغطيها على جنب بشاشه او بفوته زي ديت، ومعانا فواكه زي الفل اهيت، مخرجنا الجميل بتتقطع زي الفروت سلط عينيا، ومعانا الشوفان مكانه، ومعانا عسل ابيض، عسل نحل، زهره البرسيم، اطفى اولى. تعالوا نعمل الفطيره مع بعض. اهو عجينه الطرط جاهزه، ومعانا قالب طرط، ممكن يكون صينيه عاديه خالص، في قوالب بتتباع عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه بتتجاب اشكال والوان. وفري من المصروف بتاعك، مش كل يوم فراخ ولحمه وسمك، خلي يوم عدس، يوم شوربه عدس، يوم بسقعه، يوم كشري، يوم حواوشي، ووفري كل شهر كده مبلغ صغير تجيبي بيه حاجات لطيفه للمطبخ، تعملي بيها حاجات حلوه لاولادك، اكسسوارات مطبخ يعني، بتخليكي في المطبخ كده تبدعي، تديكي ايه؟ نفس، وبتشجعك انك تعملي حاجات حلوه. اه العجينه بتاعتنا زي الفل. لا زي الفل حبيب قلبي، ده انا هاكلك منها النهارده، ما اقولكش اهي، بص تستوى اهي. حبيبي حبيبي وحبيب والديك، انت عايز تجيب الشكل حلو انا عارف، بس انا ايه؟ ما بحبش اقلبها كتير غير لما تاخد التحبيصه بتاعتها. زي الفل، هنفرد العجينة مع بعض بسرعة كده عشان عايز ادخلها في الفرن تتشمع. عينيا، حاضر، نطلع فاصل. هنفرد العجينة كده، ودايما عجينة الطرت بتكون عجينة سميكة شوية وناشفة شوية غير عجينة البيتزا عشان نتحكم فيها. سيبوني مع العجينة افرتها وادلعها كده وافرتها في القالب بتاعي، ونشوفها بعد الفاصل ازاي مستوية او متشمعة، بتاخد الفروت سلطة مع الشوفان او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بركز مع الفراخ، قلبها بالشكل ده كده، بتاخد اللون البرونزي، كرملت الزبادي اهو، وفيها طبعا السائل بتاعها، خلي بالك الفراخ دي ما تنشفش منك، حذاري اهو اهو. شفت اللون الكهرماني ده؟ حلو اهو. تغيير، او انت لو عملتيها مكعبات هتقول لا؟ طبعا مش هتقول لا، بس الولاد دايما اللي بيحبوا الفراخ وولادك علشان تشجعيهم ياكلوا في البيت، دايما جددي من الحاجه اللي بياكلوها وبيحبوها، يعرفوا ان في ماما في البيت بتحب المطبخ، بتحبهم
بتعمل لهم حاجات جديده. الفراخ ما زالت على النار، وعجينه الطرد هستاذن مخرجنا الجميل لشوف البقادير. شفناها مع بعض، انا عملت العجينه رشيتها قرفه ناعمه ودخلتها الفرن. حلو الكلام. نبص عليها كده، ايه رايك مخرجنا الجميل حبيب هارتي؟ العجينه في الفرن عملناها ايه الجمال والحلاوه ده، ايه الصوره الحلوه دي، ايه الابداع ده. الفراخ على الشاشه بتتكلم مصر، وهي على السيخ بشكل حلزوني، والطرت في الفرن. ايه ده، احنا ما يهمناش حاجه، الكريت داخل جوه الفرن، ايه القلب الجامد ده. عجينه الطرت بتستوي في الفرن بشكل لطيف طبعا، وحاطط عليها قرفه ناعمه عشان حضراتكم تشوفوها. الفواكه بتاعتنا هنجهزها ونحضرها، اللي احنا هنبدا ان احنا نحطها في الطرت. طاسه زي دي على النار، باخد الفواكه الحلوه دي كده. ركزوا بس في الموضوع ده كده عشان لطيف. عندي شويه شوفان، وعندي من الزبده مكعبين. حلو الكلام اهو، دي زبده. حلو قوي، تمام. بحط عليه الزبده كده، معلقه سمنه صغيره، حته سمنه كده مرمله زي الفل. باخد شويه صلصه من دي كده، مخرجنا الجميل عايزني اشرب الفراخ. شايفين اللون ده كده، كل ما تستوي شويه وتنشف تسقيها محبه. اقول لك عطشان يا سمراني، اسقيني محبه، اديني كلمه حلوه شجعني. والفراخ بتستوي وانا واقف جنبها، والزبده بتسيح وانا واقف جنبها. حلو الكلام، حلو الكلام. ناخد الشوفان بتاعنا ونصلي على الحبيب يتحمر في شويه الزبده. شوفان، المقادير شفناها على الشاشه، حبوب الشوفان ودي موجوده في اي سوبر ماركت باشكال مختلفه. بنحط على الشوفان ده يا عم الشيف شويه قرفه ناعمه، اللهم صل على النبي، قرفه ناعمه اهي. حلو قوي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. ونجم عليها خشبيه ما مرتش لا على بصله ولا على تومه، بريئه. ونقلب الشوفان في الزبده مع القرفه، والشوفان يتحمص مع الزبده والقرفه. وانا شغال كده، عيني. الشوفان هنا بيفرد عضلاته، الشوفان هنا بيفرد عضلاته. يعني ايه بيفرد عضلاته يا شيف؟ يعني راحت الزبده فين والسمنه شربها، ففرد عضلاته علينا، بقى بروتين حيواني والياف فعاله والياف غير فعاله موجوده في الشوفان. الشوفان يطلق عليه مكنسه البعده، بيمتص طبعا الدهون وبيشيل الدهون، ومفيد جدا زي القهوه. اقلبه كده، تحميصه حلوه كده كانه بحمص مكسرات. الشوفان مع القرفه وحقوق الطبع لدينا وبس. انت عارفه بقى في السوق او مثلا خارج يا استاذ احمد شفيق، دايما الجمهور بتاعي يقول لك حقوق الطبع لدينا وبس يا مغازي. الناس حفظت الموضوع، حفظت الحكايه بتاعتنا، هدفنا دايما المطبخ يحب الجديد. تحمصت الشوفان مع الزبده والقرفه. يشرب ايه بقى الشوفان ده دلوقتي؟ يشرب ايه؟ هو ده الكلام، معانا عسل. اي نوع عسل، ولكن انا بفضل دايما عسل زهره البرسيم، اللهم صل على النبي. الشوفان طبعا هنا متحمص، اول العسل ما ينزل عليه يقول له ايه؟ اهلا بيك يا عسل، ويجعل ايامنا عسل. ونقلب الشوفان مع العسل. تاني. اول برضو الشوفان ما يسيب نفسه كده. ده تحميره. هطلع الفراخ دلوقتي حالا، انا عارف، بس انا برضو زي ما قلت لحضرتك كده، انا بحب الفراخ مستويه. ناخد الفواكه بتاعتنا عصره كده، ما تضغطش جامد، احنا عارفين ان عندك عضلات. ما تضغطش جامد، بره خليك حنين، عشان ميه الفواكه دي عايزينها. بس مش هننزل بها دلوقتي. ميه الفواكه فيها فيتامين سي، اذا كان الجوافه ولا البرتقال ولا عصير الليمون اللي موجود فيها. والفراوله كمان غنيه في فيتامين سي. عينيا عينيا، بس خلينا نقلب الاول يتعرفوا على بعض. عشان لو نزلت بالسيرب ده، مخرج بيقول انزل بيه، هيجمع الشوفان في حته واحده. انا عايز الشوفان يخش في دغاشيش الايه؟ الفواكه. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الطرت الجديد؟ انا ما شفتوش قبل كده ده. على الطرت كده ما ياخد غلوه على النار، تعالوا نغرف مع بعض الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها وشويناها. ايه عدلها؟ بنقدم معاها شويه رز بالكاري،
اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ اه ممكن تقدمي معاها مكرونه زي ما انت عايزه، مفيش مشكله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اه نعم يا غالي. ممكن بقول لي ايه، ينفع نعمل السمك الفيليه بنفس الطريقه؟ ينفع. فيليه قشر بياض طازه بنجيبه بنتعامل معاه بنفس الطريقه. لحم شرايح ينفع، اللي نفسك فيه كله ينفع. اه اللهم صل على النبي. صدور الفراخ مشويه حلو قوي على السيخ. على فين؟ لا مش الكنترول، لا هنا الاول. اه حبيبي حبيب هارتي. اه اللهم صل على النبي. كده الفراخ جاهزه. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نجود بقى، نجود بقى، نعمل زي الحياتي زي الفل. تمام. رشه بقدونس حلوه كده. اه ينفع كزبره؟ لا بقدونس، كزبره هتخطف الطعم. حلوه بس اخوانا بتوع المكسيك، ناس المكسيك ناس طيبه، يحبوا الكزبره الخضراء اكتر من البقدونس. طيب هننزل بالخلطه دي كده هنا. تمام كفايه زي الفل. شربها الشوفان عينيا. اهو 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 الشوفان مع الفروت سلطات بتاعنا. عجينه الطرط في الفرن، الشوفان هنا بيفرد عضلاته ما زال. نرفع الشوايه بتاعتنا من النار. طب وانا برفع الشوايه خليني اقول معلومه غير معلومه كده، للتخلص من بقايا الشوي سواء بتشوي في طاسه او بتشوي على جريلا، مهمه جدا المعلومه دي يا مخرجنا الجميل واساتذه المصورين عشان حبايبي اللي بيشوفوني. للتخلص من الحاجات دي كلها، اول ما تحطها في الحوض تحط عليها ميه، خلصت مش تاخد منك دقيقه بعون الله. خلي بالك. اه ميه. لا طبعا. اه كده. اه زي ما الشيف عمل كده. آه. هو ده المطبخ، مصداقيه وبساطه وسهوله. ليه حطيت ميه يا شيف؟ علشان برضو يضرب الحديد وهو سخن. اول ما تحط على الطاسه وهي سخنه ميه من الحنفيه بتساعدك في التخلص من البقايا اللي موجوده فيها. ناخد كل حاجه كده بقى يا عم الشيف ونحطها في عجينه الطرط عشان عندي سلطه هقلبها بس هي خالصه. اللهم صل على النبي. الطرط بتاعنا زي الفل يا عم الشيف. خليه هنا. اهو عجينه الطرط جاهزه اهيت. باخد الخليط بتاعنا ده كده زي الفل. بنزل بيه طبعا. اهو اللهم صل على النبي. اهو حلوه يا شيف، حاجه حلوه وجديده. بعدنا عن الكريمه، بعدنا عن الكاستر. هنا العجينه بتشرب الصوص اللي بينزل ده كده والسيرب بتاعنا بتاع الفواكه. اهو وهنا الشوفان مبين عضلاته جوه الفواكه. هدخل الفروت سلطه تاني الفرن. حلو الكلام. الزبده هنا هتساعد على تحمير وكرمله الفواكه. القرفه الناعمه الطعم اللطيف الجميل. هندخله الفرن مع بعض ونشوفه بعد ما يطلع من الفرن في اخر دقائق لينا نكون غرفنا مع بعض السلطه بتاعتنا. اه العجينه ثلاث ارباع سوا. اللهم صل على النبي. زي ما هي كده نبص عليها البصه الاخيره اساتذه المصورين حبايبي. فطيره الفواكه المشكله بالشوفان مع القرفه. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نعمل سلطه سريعه كده بسرعه مش هتاخد مننا وقت كتير. اللهم صل على النبي. السلطه دي مشكلتها انك لازم نسلق الخضار كله مع بعضه بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بنحط التونه. نشوف مقاديرها الاول كده سريعا. فريق العمل بتاعنا استاذ رحاب، مقادير تشكيله سلطه لطيفه اسمها روز سلطه حلوه زي الفل. تمام. معانا جزر، معانا تقدر تحطي فيها كوسه زي حبه، معانا بسله، بطاطس مسلوقه يعني كربوهيدرات يعني نشويات، معانا كمان مايونيز، معانا تونه المفروض تكون التونه سليمه. التونه هنا
متقطعه عادي، مش هتقول لا برضو. لو عندك تونه في البيت نفسها مفيش مشكله، نعمل كده صور من الخس ده كده، شكل لطيف وحلو يبان للولاد هيحبوه بالشكل ده كده. انا بحب الخس يبقى سليم كده، واجيب الخس ده كده اقطعه بالشكل ده كده اهو، عشان تبقى السلطه واخده شكل هرم. السلطه دي شكلها بقى يفتح النفس. اه حلو قوي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هاخد كل الفواكه دي، او سوري، كل الخضار ده اللي عندنا ده كده، وينزل على التونه مع المايونيز. اللهم صل على النبي. معانا جزر متقطع كريهات، معانا بطاطس مسلوقه في شويه ميه صغيرين، معانا بسله مسلوقه في ميه فيها عصره ليمون وشويه ملح عشان نحافظ على خضارها وجمالها، ونقلب كل الخضار ده يا عم الشيف. السلطه دي طبعا لازم ان احنا نزينها او نعمل البرزنتيشن بتاعها بايه يا عم الشيف؟ ببيض مسلوق. هنحط عليها ملح؟ لا، لأن الخضار وانا بسلوه حاطط ملح. خلي بالك في المعلومه دي، اوعى تحط ملح خالص. اه هي زي ما هي كده عشان طعم المايونيز يبان. عايزه تحطي شويه زعتر حطي، عايزه تحطي شويه انشوجه حطي، زي ما انت حابه. السلطه تنزل كده وتاكليها بالخس، يعني تعملي الخس ده ودن قطه كده زي العيش البلدي لما بنعمله مع الملوخيه، وتاكلي السلطه دي بالخس وتدعي لي. اه السلطه ما خدتش وقت كتير مننا، على ما نغرفها هنطلع الحلو بتاعنا من الفرن ونقدمه لحضراتكم، وتبقى السفره بتاعتي كده كامله من كل حاجه، فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فيها البوتاسيوم، فيها الفوسفور، فيها الزنك، كل حاجه موجوده في مختاراتي النهارده من المنيو بتاعي. اه ودخلت المطبخ باقل تكلفه، عملت منيو اطباق بلاقيها في بعض المنيوهات بدفع فيها قد كده في المطاعم. اه عدل السلطه دي يا عم الشيف، بيض مسلوق. اللهم صل على النبي. خلصت عشان حبايبي ما يزعلوش مني. هناخد البيض المسلوق ده كده. طب تخليني اقول معلومه كده لسلق البيض، لان احنا معانا مشكله في سلق البيض للامانه. ان احنا لما بنسلق البيض، حاضر عينيا، لما بنسلق البيض ايه اللي بيحصل معانا؟ نيجي نقشره نلاقي القشره طلعت وطلعت معاها البيض. فازاي اقشر بيض صح او اسلق بيض صح؟ دايما تحط عصره ليمون ومعلقه خل في سلق البيض وشويه الملح. اه زي الشوربه كده، اللي زي السلطه كده اهو، الشكل الحلو ده كده اهو. انا بس هحط البيض ده كده وهجري دلوقتي. اللهم صل على النبي. اه الشكل ده حلو قوي يا جبنه انا. اه يلا واحده بس عشان الصوره الحلوه. اللهم صل على النبي. كده السلطه بتاعتي جاهزه. على فين يا عم الشيف؟ هنحطها هنا تتحدث عن نفسها، ونطلع الطرت بتاعنا هنا. حلقات النهارده بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا نعمل فراخ مشوية على السيخ، عملنا كمان يا عم الشيف حاجة لطيفة قوي، عملنا طبق سلطة فيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، اللي بيحتاجها الطفل في المراحل الأولى من عمره، وعملنا سلطة خضراء. عدل الفراخ بتاعتي شوية رز بالكاري لطاف، واخدين طعم الكاري. قولوا معايا بصوت عالي كده ثقة ان احنا بنخش المطبخ لازم يكون عندنا عزيمه من جوانا ان احنا نعمل حاجه جديده وبشكل جديد وبطعم جديد زي اللي عملناه النهارده بمكونات بسيطه جدا. يعني نقول مع بعض رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.